السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع في القناه. غنشارك معكم حلوه كيك على محل تارت المناسبات، عيد ميلاد او اي مناسبه عرضه عندكم. شويه يمكن غيجيكم الفيديو طويل، ولكن راه مع الكريمه وكتابه الاسم والارقام. المهم فيديو بالتفصيل ان شاء الله، فرجه ممتعه وكنتمنى تجربوها ان شاء الله. كتبان المهم بريستيج، كتبان المهم شي حاجه واعره، ولكن راها سهله. تبعوا المراحل ان شاء الله. غندير البيض، جوج بيضات، حراره المطبخ. اذا كانوا نسيتوهم في الثلاجه، انا ما كنديرش البيض في الثلاجه كما كنقول لكم دائما. البيض ملي كنمسوه خصنا نغسلو ايدينا بالصابون، حيت كيكون فيه يعني الماء. الاحسن نغسلو ايدينا صافي، وغادي نبدا نطربهم. الا كنتو درتوه في الثلاجه ممكن انكم ديروه في شويه في الماء سخون. غادي ندير السكر، ما وريتكمش تقريبا هنايا قليل، على قولوا تقريبا كاس الا ربع. نخلط غير بيدي هاي هكا، نزيد واحد القبسه ديال الملح وواحد الساشيه ديال الفاني. الزيت حتى هو تقريبا قد السكر، هانتوما تقريبا كاس الا ربع. المهم جوج البيضات، كاس الا ربع السكر، كاس الا ربع الزيت، واحد فاني، وتقريبا كاس ناقص واحد صبع او واحد سنتيم ديال الحليب بارد. انا استعملت حليب بدون لاكتوز. قبسة ملح صافي. دابا غادي ندير الدقيق، خديت شار ميكسبي هو هذا. غادي نعمر واحد الكاس، نعمرو وديك الساعة غادي هو تقريبا كاس. غادي نغلبلو وغندير 15 غرام ديال الخميره، نغلبلها معاه. تقريبا بالكيكه العاديه كتهز لينا جوج كيسان ونصف على حسب الخليط. المهم غنديرو جوج كيسان، وإلا شفتو مازال الخليط من كنكتبو الرقم 8 على الكيك راها هي هذيك جات ثقيله بزاف. كنزيد واحد المعلقه ديال الحليب، غنكمل باش الخميره من نخليهاش هنايا، لتبقى الخميره هي اللي بقات. وغادي نزيد الكاس الثاني، المهم انا غندير هاد الجوج وديك الساعه غادي نشوف. الدقيق ديالنا كيطير الله يستر.
واخا هكاك الكيك ديال بدون جلوتين خاصو يكون شويه جاري على الكيك العادي. غنزيد واحد انتم غتشوفوا معايا، زيد جوج معالق تقريبا نصف كاس، ما نكملش حتى نشوف. معليش غنكمل هذاك النصف، اذا جوج كيسان ونصف. وقفش الفيديو في ساعة، هالقوام على هذا الشكل. وغادي ندير واحد المعلقة ديال الخل كنزيدوها في الأخير باش كتعطينا واحد الطراوة بحال هكا، ونخلط. ما كنتش كملتو مزيان، خويت داكشي اللي بقى ديال الزيت صافي. ودرت هنا واحد القالب كلشي عمر الدق، شي مشكل حتى نديرها في الفران وغادي نجمع هادشي. هاد القالب درت فيه هكا باش فيه الورق من هنايا. نجبد هاد، نسيت نجبدش هذا، صافي وغادي نخويه. بسم الله، وغادي ندخلو الفرن بارد 160 درجة حتى يطيب ان شاء الله. كل واحد والفرن ديالو، غير هو الفرن ما غاديش نسخنو، وملي يطيب ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نكملو طبقات اخرين ساهلين ان شاء الله. هذا ما قالوا لي الحس حتى كنلحس نيت كيخلي حتى حاجه. صافي قلت لكم غندخلو الفران بارد على 160 درجة، غادي نخبطها بحال هكا ونتلاقاو من بعد. ندوزو دابا باش نديرو كريمه. غادي ناخذ 200 ملل، درت هنا ما كملاش 100 164 حليب بارد، اذا غنكمل حتى توصل 200. صافي 200، واش كتبان لكم؟ ما شنو درت، المهم كانت 200. غندير عليها واحد الساشي ديال كريم شونتي. نتوما الى عندكم الخرل جاهزه ممكن تطلعوها، انا غنطلعها مع الحليب او بالماء بارد، ولكن من الاحسن الحليب. وغادي ندير واحد المعلقه ديال كراميل، نتوما ممكن ديروا كريم هذاك دانون يوغورت ديال الكراميل او شي نكهه ممكن حتى هي ديروها. صافي وغادي نطلع هادشي، غنحيد الصوت. صافي ها هي طلعت، قلت لكم فلون كراميل مشى ليا قبيله، او هكا السائل كريمه سائله ديال الكراميل. صافي شعلت عليها غير لتحت حتى طابت، درتها بهذا حتى شفت واش باش نشوف واش طابت. كنديروها بواحد واحد 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 العود باقا سخونه من الاحسن بلاتي من الاحسن قلبوها ولصق عليها هذا احد ما باقا سخونه.
هانتوما تبارك الله في السفنجيه، غنقلبها ورجع معكم. جاتني سخونه هانتوما، نقلبوها. شوفوا من هنا كتكون اسفنجيه، وباش يكون هذا الوجه ديالنا مقعد نرجعها لبلاصتها. ريحه زوينه ما شاء الله. شوفوا اوبس، نرجعها نسكرها، نخليها شويه حتى تبرد، ولا المهم نسقيها دابا بعدا بالحليب. واخا بلا ما تسقيوها كاع راها رطبه، واحد نص كاس ديال الحليب ني تبغيتها باش تبرد ليا باش ندير الكريمه، الكريمه اللي طلعت. صافي الكريمه اللي طلعت هي هذه، ها نتوما ما شاء الله. غنديرها فوقها، واخا راه باقي يلا خرجتها من الفران، لكن غنديرها في الثلاجه باش تبرد مزيان. راه الليل هذا بغيت باش نساليها باش نخليها تبرد في الثلاجه ترتاح، انا محتاجاها غدا ان شاء الله. نحوي كل شيء، نحاول نقادها. باش تجي متساوية ممكن ديرلها هكا، حيت مازال واحد الطبقة أخرى رقيقة غادي نديرها فوقها، إذا من الأحسن خاصها تقعد تجي متساوية. صافي غنديرها في الثلاجة تبرد بينما صيبت الكريمة اللي الفوق. دابا غندوزو للطبقة الثالثة، خديت الشوكولاط هانتوما هذا بيض، درتو هكا في الماء بارد، في الماء طيب حتى ذاب ولا على هذا الشكل. صافي غادي نخويه هنايا، هكا كيجي ساهل حتى الا بغيتو تسوقو بيه. هانتوما انا دابا حيت غادي نخلطو هكا غمال، اما الا بغيت نديرو غادي نكون بغيت نسوق بيه نخليه هنايا. راه تفيت شاركتها معكم، صافي فكره سهله بلا حمام مريم بلا حاده. غادي نزيد عليه دابا واحد شويه كراميل، وغادي نخلطو. عندكم فلون كراميل حتى هو ديروه يجي احسن. بدا كيدير غادي نرجعو للماء سخون. ما عرفش علاش كيتحجر ليا اكثر، يا شكلاط البيض كيتحجر ما عرفش علاش، غير خويت عليه كراميل. المهم عاودت واحد اخر، كنتمنى ما يتحجرش. اوبس باقي ما برداتش، غنخليها حتى تشد في راسها ونرجع معكم. رجعتها بردات شويه وعاودت هذا، دابا ما غاديش في الكراميل باش ما يخسرش، ما عرفتش الكراميل اللي خسروا، ولكن اكثريه الشوكولاط البيض ما كيصدقش ما عرفتش علاش. المهم غندير واحد الطبقه هكا. كنوات ذوبت الشوكولاط هنايا في حمام مريم، الشوكولاط اسود. غادي نحاول واش غيكتب ليا بهذا ولا لا، المهم انا غادي نجرب.
بسم الله غديروا الورق فوق شي هكا صينيه ولا باش ممكن يدخل للفرن. بسم الله على بركه الله. ممكن نلقيهم وممكن نخليهم هكا، فهمتوا؟ هكا باش تجي وحده كلمه وحده. ممكن ندير كل وحده بوحدها. كبرت صافي، غنخليهم بحال هكا حيت خفت تكون كبيره، ما عرفتش ما عبرش مزيان. وغادي ندير حتى باقي عندي الشوكولاط، اللهم ندير هكا. ممكن ديرو حتى بحال هكا باش يخرج كامل. مزيان قد قد. هكا صافي، وغادي نخشيهم في الفرن في الفرن في الثلاجة حتى يجمدوا ورجع معاكم. صافي مزيانه ياك، مغلض هادي نصح مخسره كلشي. بس بارك هاد العش شويه رقيقه عش. صافي هكا صافي، بعد ما جمد الشوكولاط ها هو كنقدروا نحيدو بسهوله بحال هكا. باقي شويه معصاد عندنا، غادي نخشيه في المجمد واحد شويه ونرجع معكم. غادي نحيدها من القالب. شوف الشوكولاط ابيض وكان الليل وما نقدرش نجيب، نسيت الشوكولاط مع الاول كما شفتوا. تجمد بسم الله، غنحاول نحيدها، نتاكدوا بعدا من الجوانب. الشوكولات كي والزربت درت هذاك سخون، اش كيقولوا ليها الكريمه، كانت الكيكه مازال ما برداتش. دابا هاد الشوكولاط غنلقى معاه مشكله، الله يحفظ وصافي. المهم انا غنحاول نحيدها من القالب. بسم الله سخونيه عندنا، والشوكولاط ابيض دابا اجمد ما عرفتش علاش. ها هي بسم الله، غادي نحيد لتحت. المهم الطبقات راهم زوينين الجنب ولكن الفوق، ولكن غنقادوه ان شاء الله. صافي حطيت هنا لي ماكارون، غنشوف باش غادي ندير. كنقول لكم دائما انا حتى الاخر عاد كيطيح عليا الالهام. جبت شويه الفواكه الحصيله ديال اليوم، شوفوا ديال الجرده، ودوبت شويه الشوكولات باش نلصق هاد الحروف. دابا قبل ما بديت مع الصهد الماكينات خدامين، جبت لاكلاص ودرتو تحت هاد لي بلاطو باش نشوف هذيك الساعه كيفاش. المهم غنشوف اش غادي تجي. ممكن ندير ليها بحال هكا اذا ما خصنيش باش نديرها، ولكن باش تكون زاكيه مزيان غادي نشوف. غندير واحد التجربه، غندير بحال هكا شويه الشوكولاط ونشوف اش غادي تلصق فيه. ها
هكا. لا ما غاديش تبقى واقفه ما غاديش توقف. كون كان لاكريم بزاف ما دارش هذا غادي توقف، ولكن دابا لا للاسف. اذا غادي نخليها بحال هكا. ولا غادي نديرها في الوسط باش تجي احسن. يبان معكم انا دوبت شكلاط باش، لكن ماشي مشكل. نزيد هذه شويه باش باقي لها بانش معكم، مي في الاخر نوريكم رايت هنا. او ممكن ندير هكا ولا غنخليها هكا بحال هكا. شتو هذا الشيء غادي نحاول نضلقو نشوف اش غيلصق عليه هذا. ندير لي بحال هكا الجوانب. بعض المخبزات ملي كتشي حاجه كتكون هكا، المهم ماشي مقاده 100% يقول لك انبخت لك زعما راها بحال ما عرفتش نقول لكم انبخت لك فريده من نوعها ولا باش ما يجيش فيديو طويل غنحبس تشوف الشكل النهائي. صافي وهذا هو الديكور ديالها، المهم بسيط. كيفاش جاتكم نتوما؟ المهم حنا اللي كليناها والناس اللي كلاوها جات زوينه كيكه رائعه، ولكن راه عرفتي وراها كبيره. كان عليا ندير غير النصف، كلشي كيدير ريجيم باغي نقسم الوزن وهادشي ماشي صحي. واخا مره مره ولكن جات كبيره بزاف راه تبارك الله. كان عليا ندير غير نصف المقادير. كنتمنى نتوما تجربوها كيف جاتكم، كي جاكم هاد المراحل، وتشاركت معكم شحال من حاجه. المهم السالمونيلا بغيت نقول لكم غندخلو الثلاجه، درتو قلت غندخلهم الفرن على الشوكولات. واش نتوما شكون كيتحجر لكم؟ عطوني تجاربكم. ايوا ضحكوا شويه مع الفيديو والسلام عليكم.